متابعينك وعارفينك، فدي حاجه طبعا طيب حتى من بعد ده بطوله افريقيا يعني بداوا يعرفونك كاسامي يعني. طب احنا معانا الحمد لله. مداخله مهمه على لا اذنك اتفضل اتفضل. بمصر، مداخله طبعا كان يعني موضوع بطوله افريقيا ده كان قصه كبيره جدا لعاد الثقه تاني لكره السله كلها، والحقيقه كان وراه وكان يعني ليه دور كبير جدا في التنظيم ودور كبير جدا في حصول النادي الاهلي عليها. طبعا معانا طبعا دكتور طبعا. مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بكل الكباتن الكبار اللي عندك، كابتن طارق وكابتن اسلام وكريم دشان وابو النصر. اهلا بيكم كلكم، والف الف مبروك، وبعتذر اني ما قدرتش احضر، بس البركه في بقيه زملائي في المجلس، ويعني انتوا بترفعوا راسنا وتشرفونا كل مره، وبتمنى لكم التوفيق دايما في كل وقت. دكتور يعني يمكن حضرتك قريب جدا، يعني بقى لك يمكن دي السنه الخامسه اللي حضرتك قريب جدا من العاب الصالات، وحاسس بمعاناتهم وحاسس بمشاكلهم وعرفت هم محتاجين دعم ازاي ومحتاجين ايه عشان يحصدوا البطولات. يعني كلمني عن الرحله بتاعت حضرتك كاداره كمجلس اداره وكمسؤول كبير في النادي الاهلي، بحيث ان انت عايز ترجع البطولات لالعاب الصالات. عملت ايه يا دكتور؟ يعني احكي لي رحلتك منذ البدايه. طبعا يعني انا في الاول بس طبعا اصلا لازم نبارك لهم، والحاجه الاهم ان احنا لازم نبين للناس صعوبات كبيره جدا بيواجهها الفرق في النادي، والفريق ده بالذات فريق الدرجه الاولى، فريق الكبار في الباسكت بول، عنده صعوبات كبيره جدا مختلفه عن اي فريق تاني موجود في النادي. والحق يتقال ان الفريق ده مع الطاقم اللي موجود، كابتن طارق خيري بالجهاز الفني بتاعه، بيتعرضوا لضغوط شديده جدا. وفي كلام يعني كلام كتير بيحصل، مش دورنا دلوقتي ان احنا نقوله، ولكن الراجل ده اتعرض لضغوط كبيره جدا، ولكن في كل مره ربنا بيكرمه وبيوفقه وبيثبت بالدليل ان هو مدرب على مستوى عالي جدا جدا فنيا، والفريق على مستوى عالي جدا من المسؤوليه والرجوله. طبعا بدايه زي ما انت حضرتك كنت لسه بتقول لبطوله السوبر، كل ما الفريق ربنا يكرمه ببطوله تلاقي الناس تطلع تقول كلام غريب جدا. نجيب بطوله السوبر يقول لك اه احنا هي دي بطوله كل 10 سنين، يبقى قابلنا لما نجيب بطوله ثانيه. ربنا يكرمنا في بطوله افريقيا ونعمل حاله عامه ونشارك بشكل كبير جدا في ان الباسكت يرجع يعود تاني للشاشات التلفزيون، واللعيبه دي الابطال كل واحد يبقى ماشي في شارع الناس عارفاهم ونجوم زيهم زي نجوم الكوره، يرجع يقول لك اصل اللعيبه الاجانب هي اللي قامت هي اللي جابت البطوله. طب واللعيبه الاجانب دي يعني الناس ما كانتش واخده بالها ان اللعيبه الاجانب دي اول كام ماتش كانوا مش قادرين، كانت رجليهم بتخبط لان مش مستوعبين حجم شهره النادي الاهلي وحجم الجماهير ازاي بتاثر، وبعد كده قدره المدرب على ان هو يدير الاثنين لعيبه دول بالاضافه للعيبه اللي موجوده على ارض الملعب انها تشيل الفرقه وتجيب. لا ما حدش بيبص لده. لما يجي اصابه المودي الجرحي في البطوله يبقى مولد لعيب جديد زي كريم الدهشان يكسر الدنيا في البطوله، وبطوله الكاس اللي فاتت دي يرجع الامجاد اللي عملها في بطوله افريقيا، لا محدش شايف ده. لما طارق الغنام يتحمل على نفسه وينزل يعمل الفارق، لا محدش شايف ده. يجي بعد كده يجيبه بطوله المرتبط يقول لك لا اصل فريق المرتبط هو اللي جاب النتيجه. طب ما خدتوش بالكم ان لما فريق المرتبط ده بنتائج فريق الدرجه الاولى خلتنا نلعب الفاينل مع سبورتنج وخسرنا ماتش المرتبط، فلعبنا ماتش فيصل. ايه الماتش الفيصل ده؟ ايه علاقه فريق المرتبط بالموضوع؟ صحيح. لا الرجاله دي هي اللي جابت البطوله. فهي صراحه يعني كل مره واخرها بطوله الكاس دي الفريق ده بيثبت ان هم على قدر عالي جدا من الرجوله. شوف زي ما انت بتقول البنش عامل ازاي، الفريق الصغيرين بيتعلموا من الكبار، الكبار بيتحملوا على اخر ثانيه. التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن طارق، انا واحد من الناس كنت بعيد تماما عن كره السله، الناس دي هي اللي حببتني في كره السله وبقيت اتابع كره السله حتى العالميه واللي جوه. لما ندير المباراه الاخيره بالتكتيك العالي قوي ده، الناس كتير مش فاهماه الا اللي لعب رياضه وفاهم يعني ايه تكتيك، وصاد مدرب برضه عالمي زي كابتن مرعي، اعتقد طبعا هو مدير فني للفريق، ان احنا نقدر تعمل تقفل التكتيك بتاعه ده، دي حاجه مش سهله، يعني مش اي مدرب بيقدر يعمل ده.
فلا الموضوع كبير جدا، عندك اصابات كبيره جدا بالجمله، مهند الصباغ بيتصاب، بيجي مؤمن ابو العنين بيرجع لفورمته، سيف سمير سيف مثلا بيغلط وبيعمل فاولات كتير قبل نهايه الجوله بدقائق كتير، فبدل فهتلاقيه طارق غنام ينزل يشيل مكانه لحد ما الجوله تعدي. لا ده كله ازاي؟ دي اداره ملعب واداره مدير فني وجهاز على اعلى مستوى، لعيبه كلها متلاحمه. ما كنتش بصدق الكلام اللي بيتقال على الفريق، لان انا كنت بعد بطوله الباسكت ضد افريقيا بعدت شويه لانشغالي في ملفات ثانيه، فسمعت كلام ما صدقتوش، قلت مش ممكن الفريق ده اللي انا عاشرته شهرين ثلاثه يبقى فيه المشاكل اللي الناس بتقولها دي، عشان خاطر عايزين نعمل تغيير في الفرقه والكلام ده كله. الحمد لله الفرقه كملت والجهاز كمل، وبيثبتوا كل مره ان هم قد المسؤوليه. اكيد مش عايز اطول على لا خالص يا دكتور، ده بالعكس انا كمان بقول ان الكلام بيطلع من مين؟ بيطلع من بطل عالم، يعني حضرتك بطل عالم في الكاراتيه وعارف كويس قوي المشاكل اللي بتعانيها الالعاب الاخرى، فلما يطلع الكلام ده من حضرتك يبقى معنى كده ان انت حاسس بنبض هذا الفريق وعارف قد ايه المشاكل اللي بتواجههم. طبعا الفرقه الصعوبات اللي بيواجهوها اللعيب، عشان كده كنا بنقول الجمهور والاعلام لازم يكون ليه الدور الايجابي، لان اللعيبه والفريق والجهاز عليه ضغوط لوحدها يعني ما حدش يقدر يستحملها. صحيح، عايزين الجمهور دايما والاعلام يكون سبورتد، لان لعبه الباسكت يعني من الالعاب الصعبه جدا، المنافسة فيها شرسة جدا. اتفرج على اللعيبة بعد المكسب ازاي بي 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 اللي بيعيط واللي بيترخ من الفرحة، كل دي ده كبت من جوه نتيجة الضغوط اللي عليهم اللي بتطلع بعد نهاية المباراة. ده تعب شهور وسنين وتحامل على اصابات، موضوع مش هين خالص. فبإذن الله احنا وراهم وبنتمنى لهم كل خير، ويعني خلي بالك كمان فريق الباسكت ده من الفريق اللي دايما ما بتسمعلوش حد، ماشي في حاله ما بيتكلمش، ما لهمش طلبات كتير، ناس بسيطه جدا، يعني لما قابلناهم في حفل التكريم نقعد نتكلم معاهم، مش عايزين اي حاجه غير ان هم يبقوا كويسين والفريق يبقى كويس ويجيبوا بطولات، ما عندهمش اي تفكير في اي حاجه ثانيه، عايزين يفرحوا جماهير النادي، عايزين اسم النادي الاهلي في الباسكت يعلم. صراحة احنا يعني ممتنين بيهم جدا وبنشكرهم جدا 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 وبنتمنى لهم التوفيق، واحنا تحت امرهم في اي حاجه. طب دكتور، احنا كنا بنحلم حلم كده قبل ما حضرتك طبعا تشرفنا بالمداخله دي، كنا بنحلم حلم بالبطوله العربيه. الحقيقه احنا جبنا افريقيا وجبنا سوبر وجبنا كاس الحمد لله في سنتين ثلاثه، وبطوله القاهره يعني جبنا بطولات الحقيقه كانت غايبه عن النادي بقالها فتره. البطوله العربيه بطوله عزيزه وصعبه كمان، يعني البطوله العربيه بتبقى اصعب من البطوله الافريقيه لان بيبقى فيها ثلاثه اجانب، كل فرقه بتيجي بثلاثه اجانب، يعني كنا بنحلم بده. شايف ده ممكن يتحقق يا دكتور؟ والله طبعا ليه لا، يعني طبعا انا كنت في المكتب التنفيذي اللي فات، طبعا عموما يعني بشكل عام يعني برضه عشان تبقى عارف عن في توجه يعني من المجلس ان احنا ما بنسافرش بره بطولات عربيه، يعني كنوع من انواع ان البطوله الافريقيه هي اللي ممكن تكون مؤهله لبطوله العالم او ليها صدى كبير جدا عند الاعلام وعند الاتحاد الدولي، ولكن اتعرض علينا ان احنا يبقى في تنظيم للبطوله العربيه، النادي الاهلي ينظم البطوله العربيه في مصر، وبالتالي او ان البطوله العربيه تتعمل عامه بشكل عام في مصر، فده واضح ممكن يقرب السكه شويه ان احنا نشارك في البطوله العربيه او حتى ننظمها. اتعرض علينا فعلا حاجه بخصوص الموضوع ده في المكتب التنفيذي، طلبنا ان احنا ايه هي الاشتراطات الخاصه بتنظيم البطوله عشان نبقى قادرين ناخد القرار المضبوط اذا كان بالوضع او بالرفض، عشان ما يحصلش مشكله زي ما حصلت في بطوله افريقيا اللي فاتت، انه ان احنا كنا هننظم لا مش هننظم لا مش عارف، يعني الدربكه اللي حصلت دي مش عايزين نقع فيها. الحمد لله ربنا عداها على خير ونظمها وطلعت بالشكل اللي ليه. فاحنا مستنيين الاشتراطات اللي تجينا، وبعد كده باذن الله ما لو في امكانيه هناخد القرار باذن الله وهنشتغل عليها، وواثقين في رجالتنا ان هم باذن الله بالتمرين مع الجهاز الفني الرائع مع الجماهير مع الاعلام باذن الله نقدر نكسر اي حاجه صعبه، وانت عارف النادي الاهلي ما عندوش مستحيل. صحيح يا دكتور، هناخد كلمه حضرتك الاخيره، النادي الاهلي ما يعرفش مستحيل. الحقيقه كلام موزون لحضرتك يا دكتور مهند، وده ينم عن كادر اداري محترم
ربنا يوفقك دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك، والحقيقه كلام يعني موزون، كلام عارف معروف طوله ايه وعرضه ايه، حتى الاحلام بتبقى مدروسه، الكلام مش شعارات وفقط، ولكن احنا عايزين نعرف طول بطوله عربيه الاسس الاشتراك، كلام كله مدروس، كل التحيه والتقدير لحضرتك دكتور مهند. يمكن يعني ما عنديش كلام اقوله غير النادي الاهلي دايما بيدعم ولاده، يعني كابتن طارق بتهيألي عايز تعليق حضرتك على مداخله دكتور طبعا ده طلع الكلام طلع من قلبه كلام مؤلم. تخيل انت يعني عضو مجلس اداره الكلام متاثر باللي بيحصل. انا دايما بقول حتى للعيبه اعزل نفسك عن المواقع بتاعه اللي بتتكلم دايما عن الفرقه او بتتكلم بتسيء للفرقه. احنا عندنا